ونعود إليك سيد العميد إبراهيم، يعني هل النظام ومن ورائه إيران وحزب الله يسعون إلى توسيع دائرة القتال في سوريا؟ يعني النظام تعقيبا على كلام الأخ السيد عبد الله، نعم، لديه خطط تدميرية جاهزة مسبقة. نعم، هو يريد أن يدمر الكثير من مدن وقرى درعا، محافظة درعا بما فيها درعا البلد التي هي محررة. نعم. لذلك هو حتى لا يلام من المجتمع الدولي الذي بالأمس كان بيستصدر قرار إنساني وناشده بعدم قصف المناطق الآهلة بالبراميل المتفجرة إضافة لإدخال الإغاثة. نعم. هو يريد أن يوجد المبرر لنفسه، لذلك مقابراته المتثعلبة سربت بوسط أعينها ومندسيها خبر أن هناك زحف سيجري من درعا باتجاه دمشق، وهناك القوات الحكومة الأمريكية ستعطي أو أعطت مضادات طائرات، وهناك وهناك، حتى وصل فيهم الغي إلى أن يسربوا معلومة عبر النظام بأن هناك رتل من الدبابات، 60 دبابة دخلت عن طريق تل شاب واختفت. نعم، اختفت بقوة الرصد السوري الذي شوش على الأقمار الصناعية. نعم. الأمريكية. نعم. والإسرائيلية. يعني معلش اسمحي لي بس. نعم. نعم. هذا ليوجد لنفسه مبررا لقصف هذه المدن والبلدات بما أوتي من قوة ويحاول أن يسويها مع الأرض. من هنا يقال أن فلان، وهناك حملة إعلامية وهناك ضجة إعلامية، وهناك هذه الضجة الإعلامية ما كان وراءها إلا هذا النظام ومخابراته. نعم. لذلك ليست هناك كما تفضل الأخ أصيل، ليست هناك دعم بالمضادات الطائرات، ولا توجد لدى المقاتلين مضادات الطائرات. ما شوهدت بإحدى الصور مع أحد المقاتلين هو عبارة عن صاروخ كوبرا غنم من اللواء 38 كما تفضل أخي أصيل، وهو مداه لا يتجاوز 2000 متر، وطيران العدو الأسدي لن ينزل أقل من 4200 متر. إذا كان النظام يشعر بخطر قادم من الجنوب، إذا لماذا يصعد ضد المدنيين؟ هو بغباء، هو يصعد، يعني إن كان إن لم يكن هناك أي نية ليثور الشعب من جديد ويزحف باتجاه دمشق، أصبح الآن بعد هذا القصف سيثور الشعب إن شاء الله، وبالقريب العاجل سيصلون إلى دمشق، وهو سيلقى حتفه في دمشق. يعني هل ترى، هل نستشف من الواقع أن هناك بالفعل تحريك للجبهات الجنوبية من دمشق، يعني خاصة بعد فشل المفاوضات السياسية؟ هل نعود إلى الخيار العسكري؟ لا نقول، نحن في الجيش الحر. نعم. يعني ننتهج نهج عبارة عن نهج تخفيفي عن بعض المناطق الأخرى. نعم. نحن ندرك أن جبهة يبرود والقلمون الآن مشتعلة، وتتكاتف عليها كافة القوى الميليشياوية الحاقدة القاتلة. نعم. لذلك علينا أن نحرك شيء في الجبهة الجنوبية، في الجبهة الغربية، في الجبهة الشرقية، لنخفف قليلا، وهذا ما حصل، لنخفف قليلا عن جبهة يبرود. نعم. وهذا ما حصل، وبالتالي بالأمس فتحنا جبهة النبك. نعم. كي يخفف قليلا عن جبهة يبرود. نعم. هل ستصل يعني برأيك الجبهة الجنوبية والتصعيد في الجبهة الجنوبية إلى يعني أبواب دمشق، أم أنها ستكتفي، يعني هل ستصل إلى قلب دمشق، أم أنها ستكتفي بالوصول إلى أبواب إذا دمشق صدقة. وأن يكون هذا التصعيد هدفه إنساني مثلا بجعل حوران منطقة لي يعني إيواء اللاجئين، منطقة عازلة؟ لا أعتقد منطقة عازلة، لأن لو أراد المجتمع الدولي أن يحدث منطقة عازلة في الجنوب السوري لأحدثها منذ زمن طويل، وهو لا يلتفت إلى هذه الناحية. أنا أقول إذا صدقت دول أصدقاء سوريا في دعم الجيش الحر كما يدعون عبر وسائل الإعلام، بدعم الجيش الحر بأسلحة نوعية كما يدعون. السعودية، يعني هناك معلومات عن تزويد السعودية بالمعارضة بأسلحة أسلحة ثقيلة. نوعية لم يدخل إلى المعارضة السورية أي أسلحة نوعية حتى الآن. نعم. لو كانت لدينا أسلحة نوعية لما بقي النظام 24 ساعة. نحن نقول إذا صدق دول أصدقاء سوريا بتزويد الجيش الحر بأسلحة نوعية مضاد دروع ومضاد طائرات فقط. نعم. مضاد دروع ومضاد طائرات، هذه الأسلحة النوعية التي نبتغيها، خلال 72 ساعة ستكون طلائع جيش تحرير للجيش الحر على أبواب دمشق. هل ستكون يعني ستشهد الأيام المقبلة معركة سعودية أمريكية؟ يعني أوباما زار في أو سيزور عفوا الشهر المقبل السعودية، وهو يسميها خطوة للمصالحة ولتجديد العلاقات. هل أصبحت سوريا مثار خلاف بين أمريكا والسعودية؟
طبعا مثار خلاف، لانه امريكا تهدف الى 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 استخدام الارض السوريه والدم السوري والشعب السوري لتلبيه مصالحها مع روسيا، مع ايران، مع اسرائيل، مع مصر، حتى مع الجبهه الليبيه. بينما السعوديه تنظر الى سوريا وللشعب السوري على انه شعب صديق، شعب مسلم، شعب يراد ان تريد السعوديه ان توضع حد لهذه المهازل التي تقوم الان. من هنا بدات الخلاف بين السعوديه لموقف الامريكي للموقف الامريكي الضعيف الهزيل الذي اتى به اوباما الى الاداره الامريكيه.